مساء الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة ذكرى العاشر من رمضان، ذكرى العبور الأول، العبور الثاني بعد كام يوم 30 يونيو، العبور الثالث إن شاء الله يا رب افتتاح قناة السويس. النهاردة حركة مصر أحلى عاملة احتفالية بالثلاث مناسبات اللي هم ولا أجمل ولا أروع من دول، بعنوان أمسية في حب مصر، بكلمة للسيد اللواء ناجي شهود، وكلمة للسادة الحضور، وفقرات غنائية وشعرية متنوعة. لولا القوات المسلحة المصرية ما كنا أنا وحضرتك دلوقتي بنسجل، ولا كنا أنا وحضرتك دلوقتي في المكان ده، ولا أنا ولا أي مصري موجود عارفين نعيش حياتنا بصورة طبيعية. من أصغر جندي للمشير لكل فرد في القوات المسلحة تحية، وأصغر واحد فيهم على رأسنا من فوق. كل سنة حضرتك طيبين.